الأخبار من الحدث. ممثلو الاتحاد الأوروبي في عدن يبحثون مع الحكومة اليمنية الوضع الإنساني والاقتصادي ومساعي إحلال السلام. إيران تواجه واشنطن في اليمن، وسفيرها لدى الحوثيين يرد على إدارة بايدن بالتحريض على القتال. مشاورات حكومية لتأمين 14 مليون جرعة لقاح كورونا لتوزيعها على مختلف مناطق اليمن. أهلا بكم أينما كنتم مشاهدين على رأس هذه الساعة والحدث اليمني. والبداية من زيارة العاصمة اليمنية المؤقتة عدن لوفد دبلوماسي أوروبي يضم رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي وسفراء ألمانيا وبلجيكا وفرنسا وهولندا وإيرلندا وفنلندا والسويد والنرويج. والتقى الوفد الأوروبي رئيس الحكومة الدكتور معين عبد الملك وعدد من الوزراء ورئيس البنك المركزي. وذكرت وكالة الأنباء اليمنية سبأ أن السفراء قدموا رسالة دعم أوروبية للحكومة اليمنية والتأكيد على الشراكة لدعم الاستقرار، إضافة إلى إدانة الهجوم الذي استهدف الحكومة في مطار عدن. كما بحث السفراء تنفيذ اتفاق الرياض ومساعي إحلال السلام، بالإضافة إلى الوضع الاقتصادي والإنساني ووضع خزان صافر الذي تمنع ميليشيا الحوثي فريق الخبراء الأمميين من معاينته وصيانته. وفي أول تعليق إيراني على التوجهات الأمريكية الجديدة للتعامل مع الأزمة في اليمن، حذر حسن إيرلو ضابط الحرس الثوري المعين سفيرا لطهران لدى ميليشيات الحوثي بصنعاء، حذر من سياسات الإدارة الأمريكية الجديدة تجاه اليمن معربا عن عدم تفاؤله بها، داعيا الميليشيات لمواصلة القتال تحت مسمى المقاومة، ما يعكس توجهات إيران ونواياها لإفشال أي مساع لإحلال السلام في اليمن. واتهم إيرلو واشنطن بمحاولة فرض حضور سياسي وعسكري مباشر في اليمن كما حدث في كل من العراق وسوريا. وأشاد إيرلو بما وصفه بالمقاومة التاريخية للميليشيات مشددا على ضرورة استمرارها بحسب تعبيره. حظي القرار الأمريكي بتعيين مبعوث خاص لليمن بترحيب رسمي وتفاؤل شعبي في اليمن، حيث أعرب مواطنون في عدن عن تفاؤلهم بالتوصل لحل سياسي للأزمة التي سببها الانقلاب الحوثي على الشرعية. نتمنى أن يكون تعيين مبعوث جديد لليمن يسهم في فتح آفاق جديدة للحوار مع الإدارة الأمريكية للخروج من هذه الحالة التي تعيشها البلاد. أمريكا كدولة راعية للسلام وهي أحد الدول العظمى في العالم، يجب يعني أن يكون القرار أيضا مرادف له يعني عدم وقف المساعدة في التدخلات الإرهابية الموجودة في البلد من قبل تنظيم القاعدة وداعش وأيضا المعروفة التي تم إعلانها سابقا هي جماعة الحوثي وهي جماعة إرهابية. حظي بترحيب من الجميع نظرا للإنهاك الإنساني والإنهاك الاقتصادي الذي بلي به البلد بشكل عام، بالإضافة إلى ما يعاني واقع المنطقة بشكل عام من ضغط دولي وضغط عربي لإيقاف هذه الحرب التي أنهكت الجميع، وجميع الأطراف السياسية في داخل البلد تعول على تنفيذ مشروعها وأجندتها. من القاهرة ينضم لنا أستاذ بليغ المخلافي الإعلامي اليمني، أهلا ومرحبا بك أستاذ بليغ. أستاذ بليغ، يعني الحكومة الآن وتواجدها في عدن وممارسة نشاطها ربما يفتح أفق جديد الآن لتعاون دولي، وبداية الدلائل أنه زيارة السفراء الأوروبيون لليمن يعني ليست زيارة قليلة، تتزامن أيضا مع تعيين مبعوث لبايدن داخل اليمن، كيف يمكن الآن أن نقرأ هذه الانفراج السياسية؟ نعم، مساء الخير أولا لك وللسادة المشاهدين. حقيقة هذه الزيارة هي زيارة مهمة جدا أن يقوم وفد من الاتحاد الأوروبي برئاسة رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي إلى اليمن ورئيس بعثة المجلس الأوروبي وممثل المجلس الأوروبي وممثلين العديد من الدول الأوروبية، يعني زيارة بهذا العدد وبهذا التوقيت إلى عدن هي رسالة مهمة جدا، هي رسالة سياسية مهمة جدا من قبل الاتحاد الأوروبي ودول أوروبا في مسألة دعم الحكومة، وخاصة بعد التطورات الأخيرة التي حصلت وتحديدا
فيما يتعلق بمسألة تراجع الميليشيات عن تنفيذ التزاماتها بما يتعلق بصيانة حوض صافر العائم، والبيان الذي صدر عن الاتحاد الأوروبي قبل أيام بهذا الشأن. وبالتالي الآن الحكومة من خلال استمرارها في عدن وخاصة بعد الحادث الإرهابي الذي تعرضت له أثناء وصولها إلى المطار، هي بالتأكيد أيضا قدمت رسالة للمجتمع الدولي وللمجتمع اليمني أيضا وللداخل اليمني بأنه لا خيار عن بقاء سوى بقاء الحكومة في عدن وإدارة الأمور من هناك والاستمرار في تنفيذ اتفاق الرياض وإدارة الأوضاع في المناطق المحررة وتحسين الاقتصاد وإدارة الموارد، وكما قلت يعني مسألة تنفيذ ما تبقى من الشق السياسي والشق الأمني في مسألة اتفاق الرياض. نعم، يعني هل تتوقع الآن أن يكون هناك جهود أوروبية أمريكية، خاصة أنه أكثر فعالية من دور الأمم المتحدة الذي استمر لمدة 6 سنوات دون نتائج؟ هو بالتأكيد يعني كل المؤشرات الآن تقول أن هناك توجه لدعم الحكومة، وهذا هو مطلوب من المجتمع الدولي. المجتمع الدولي كان دائما شريكا لليمن، والمفترض أن يكون هو أيضا يعني خلال السنوات الماضية كان متواجدا منذ بداية الأزمة اليمنية وحتى الآن كان متواجدا وكان المجتمع الدولي حضور، وبالتالي يفترض أن يكون هناك دعم واضح وقوي وصريح من قبل المجتمع الدولي للحكومة اليمنية خلال الفترة القادمة، وخاصة بعد أن يعني تم التوافق على تشكيل هذه الحكومة وفقا لاتفاق الرياض الذي رحب به المجتمع الدولي بكل أطرافه. مسألة تعيين أيضا مبعوث أو ممثل خاص للولايات المتحدة للرئيس الأمريكي لليمن هي أيضا من وجهة نظري خطوة مهمة جدا، أن يكون هناك شخص يعني مسؤول عن الملف اليمني ويقوم بمتابعة الملف اليمني. وهذا الشخص أيضا يعني إذا ما عدنا إلى السي في الخاصة به سنجد أنه قد عمل في ملف اليمن والخليج لفترة طويلة في وزارة الخارجية وفي عدد من البعثات الدبلوماسية الأمريكية، وبالتالي لديه من الخبرة الكافية ما يؤهله للقيام بهذا الدور. يعني ربما شاهدنا انزعاج الميليشيات الحوثية وداعميها الإيرانيين من هذه الخطوات من خلال تصريحات السفير الإيراني لدى الحوثيين والحاكم العسكري الإيراني للميليشيات الحوثية، وتصريحاته التي يحث فيها أنصاره وأنصار جماعته على الاستمرار في الحرب والاستمرار في كما يسميها المقاومة. هذه بالتأكيد هي تأتي انزعاجا من سواء من مسألة الموقف الأمريكي أو من مسألة الزيارة التي يقوم بها وقام بها السفراء والدعم الأوروبي الذي يحدث للحكومة من خلال زيارة السفراء إلى عدن. إذن يعني الأستاذ بليغ، يعني هي نقطة هامة جدا ربما لابد من التطرق لها، يعني كيف يمكن أيضا للحكومة اليمنية أن تلتقط هذه الفرصة، خاصة وأنه تصريحات الإدارة الأمريكية تتحدث عن إحلال السلام؟ يعني كيف يمكن للتفعيل الدبلوماسية، كيف يمكن تفعيل السفراء بالخارج ربما حتى تتضح الصورة أكثر ويكون هناك جهة ضاغطة بشكل مباشر؟ طبعا الحكومة الآن انتهت من إعداد برنامج عملها، ومن المفترض أن يقدم خلال الفترة القادمة للبرلمان لإقراره وللثقة البرلمانية، وبالتالي بالتأكيد الحكومة يعني كان من خلال برنامج عملها الجديد سواء للمرحلة القادمة أو على الفترة 6 أشهر القادمة والتي حددت ملامحها من خلال لقاء رئيس الوزراء اليوم ولقاء وزير الخارجية مع السفراء الأوروبيين. يعني هناك فيما يتعلق مسألة تحقيق الأمن والاستقرار، مسألة تطبيع الأوضاع العامة، مسألة تحسين الاقتصاد، وأيضا تفعيل الدبلوماسية، بالتأكيد سيكون لها نصيب كبير من يعني من برنامج الحكومة خلال الفترة الماضية. يفترض بالتأكيد تفعيل العمل الدبلوماسي، يفترض تفعيل التواصل مع كافة الجهات المعنية بالشأن اليمني خلال الفترة. وهنا الحديث عن السفراء أكثر أهمية أستاذ بليغ. خلال الفترة هنا الحديث عن السفراء لابد أن تكون جهة ضاغطة لإيضاح الصورة ووضع الملف وحيثياته. بالتأكيد تفعيل العمل الدبلوماسي بشكل عام، البعثات الدبلوماسية يفترض أن يفعل دورها خلال المرحلة القادمة. هذه أيضا يعني من خلال توجهات وزير الخارجية الجديد الدكتور أحمد عوض بن مبارك لمسنا أن هناك يعني توجهات كبيرة لمسألة تفعيل العمل الدبلوماسي خلال الفترة القادمة، وخاصة في الدول ذات العلاقة بالشأن اليمني والمؤثرة في الشأن اليمني، وهذا ما نتمنى خلال الفترة القادمة بإذن الله. إذا ما تحدثنا الآن عن تصريحات سفير إيران ضابط الحرس الثوري داخل اليمن، أنه هو هناك سعي واضح وحثيث لإفشال أي مساعي، وهناك تحدي لأي توجه أمريكي داخل اليمن،
أشكال تورط إيران أصبحت واضحة الآن أستاذ بليغ، يعني إذا ما استخدام اليمن كورقة ورقة ضغط على الإدارة الأمريكية، هذه رسالة، إيران أكثر طرف مستفيد، كيف يمكن شرح ذلك أيضا؟ يعني وهم يدعون الآن، الإدارة الأمريكية تدعو إلى السلام، وبالتالي هناك رسائل تهديد تصل من على لسان إيران داخل اليمن. يعني الحضور الإيراني في اليمن معروفا لدى من خلال دعم الميليشيات الحوثية منذ بداية الانقلاب الحوثي وحتى الآن، وليس منذ بداية الانقلاب الحوثي وإنما منذ نشأة الجماعة الحوثية، وهي يعني كانت إيران هي من احتضنها وهي من دعمها وهي من قام بتدريب عناصرها وهي من قام بتقديم الخبرات اللازمة لها سواء في المجال السياسي والإعلامي أو في المجال العسكري أيضا. التورط الإيراني في اليمن واضح جدا. إيران للأسف الشديد، ونحن نقول هذا الكلام دائما ونكرره، أن إيران حصلت على ورقة رابحة وورقة مهمة جدا بأقل الأثمان. الحوثيون قدموا اليمن لإيران على طبق من ذهب، هذه الورقة أو هذا الملف لم يكلف الإيرانيون سوى بعض الخبرات العسكرية، خبرات تطوير السلاح والصواريخ وعدد من الصواريخ التي يقوم الحوثيون بإطلاقها سواء على المدن اليمنية أو على دول الجوار، وبالتالي هذه الورقة هي تحصلت عليها إيران ولم تكلفها أي شيء. الحوثيون انقلبوا على الدولة اليمنية، سيطروا على السلاح، سيطروا على المال، سيطروا على البنك المركزي، سيطروا على كل مقدرات البلد، ثم قدموا اليمن كورقة ضغط تستخدمها إيران سواء في تعاملها مع يعني مع المجتمع الدولي في ملف النووي أو في ملفات أخرى، وبالتالي ستستمر إيران في استخدام هذه الورقة دائما وأبدا، إيران لن تتخلى عن هذه الورقة. لكن كيف تنظر الإدارة الأمريكية يعني بحكم التهديد المحتمل، يعني كيف تنظر الإدارة الأمريكية في هذا التوقيت تحديدا ومع مبعوثها؟ أنه السفير في صريح العبارة يتحدث على أنه لابد أن تستمر المقاومة، يعني هناك حتى مسميات جديدة. بالنسبة للموقف الأمريكي، أنا من وجهة نظري أن الموقف الأمريكي لن يتغير، هذا هو نفس الموقف الذي أعلنت عنه إدارة ترامب ونفس الموقف الذي كانت قد أعلنت عنه إدارة أوباما من قبل. دائما مواقف الإدارات الأمريكية يتحدث عن السلام في اليمن، عن ضرورة وقف الحرب، لكن أيضا هناك شروط لوقف الحرب وهناك شروط للسلام. يعني خلال مشاورات الكويت كانت هناك يعني كان هناك تقدم كبير جدا في مسألة المسار السياسي، ثم يعني توقف أو رفض هذا المسار لأن إيران أبلغت الحوثيين بعدم التوقيع على الاتفاق. هذا ما حصل أيضا بعد توقيع اتفاق ستوكهولم، لم ينفذ أي شيء. مسألة حوض صافر العائم، كل هذه أوراق تستخدم من قبل الإيرانيين، والأمريكان يدركون تماما أن إيران لن تتخلى عن هذه الورقة وستستمر في استخدامها، وبالتالي ما لم يكن هناك يعني ما لم يوجد ضغط من المجتمع الدولي على الداعم الرئيسي أو على مستخدم هذه الورقة فلن تنجح أي مساعي للسلام وأن يتحقق السلام. الإيرانيون لا يريدون السلام في اليمن، بالعكس الإيرانيون يريدون اليمن أن يظل بهذه الطريقة، يريدون أن تظل اليمن بؤرة للصراع وأن تظل اليمن بؤرة لتهديد دول الجوار ولتهديد المجتمع الدولي من خلال تهديد خطوط الملاحة وحركة الممرات المائية التي يعني التي يمتلكها اليمن. وبالتالي لا يمكن أن نتحدث عن أي سلام، لا يمكن أن نتحدث عن قبول الحوثيين لأي سلام أو جنوحهم إلى السلم ما لم يكن هناك ضغط على الإيرانيين سواء من خلال ملفات أخرى يعني يمكن للإدارة الأمريكية والمجتمع الدولي استخدامها أو من خلال الضغوط السياسية والاقتصادية التي يمكن أن تجدي نفعا. يعني وهو الوقت انتهى، لكن هناك سؤال مهم جدا ربما يطرحه حتى الرأي العام الآن أستاذ بليغ، وربما هناك تخوف أنه قد تكون هذه التفاوضات الآن أنه يرفع اسم هذه الميليشيات من أن تكون ميليشيات إرهابية ومصنفة كميليشيات إرهابية مقابل التفاوض على ملفات أخرى، وهنا الحديث بشكل أوسع. أعتقد أنه سيكون من الأنجع أن يستمر تصنيف هذه الجماعة كميليشيات إرهابية لاستخدام هذا الملف كورقة ضغط من أجل الذهاب إلى السلام. أما إذا ما تم رفع اسمها من قوائم الجماعات الإرهابية فهذا يعني أن المجتمع الدولي أو أن الولايات المتحدة الأمريكية تريد مكافأتها على عدم الذهاب إلى السلام، لأن يعني حينها يعني لن تذهب إلى السلام كما لم تذهب إليه من قبل. يمكن استخدام هذه الورقة بالعكس للضغط عليها من أجل الذهاب إلى السلام. أما رفع اسمها من قوائم الإرهاب أنا لا أعتقد أنه ستكون وسيلة لترغيب الحوثيون بالذهاب إلى السلام. نعم، الشكر الجزيل لك على هذا الوقت، كنت معنا من القاهرة أستاذ بليغ المخلافي الإعلامي اليمني، شكرا جزيلا. اتهم مسؤول حكومي في لجنة شؤون الأسرى والمخطوفين ممثلي ميليشيات الحوثي في اللجنة بممارسة الانتقائية في بحث أسماء الأسرى والمخطوفين والمطلوب أيضا الإفراج عنهم،
ويرفضون الإفراج عن الصحفيين والمدنيين المعتقلين، بل ويضعون العراقيل للحيلولة دون الخروج بنتائج إيجابية من اجتماعات اللجنة المتواصلة في العاصمة الأردنية عمان منذ أسبوعين تقريبا، بنية بغية، وحيث أكد أيضا ماجد فضائل عضو الوفد الحكومي في اللجنة حرص الحكومة الشرعية على تبادل إطلاق جميع الأسرى والمخطوفين. وقال في سلسلة تغريدات أن ممثلي الميليشيات في اللجنة يعملون وبكل الطرق لإفشال هذه الجولة من المفاوضات. في الشأن العسكري، نفذ الجيش الوطني اليمني هجوما على مواقع لميليشيات الحوثي في جبهة الشامية شمال شرق مديرية قطابر بمحافظة صعدة، تمكنت من استعادة عدد من النقاط العسكرية المهمة، حيث أكد قائد اللواء الثالث حرس حدود العميد سليمان النويهي أن قوات الجيش الوطني تمكنت من السيطرة على تبة الصواريخ وتبة الميكروفون والمزارع المحيطة بهما، وأصبحت قوات الجيش مسيطرة ناريا على عدد من المواقع القريبة من جبل النار الاستراتيجي والمناطق المحيطة به أيضا. الشامية من الجبهة اللواء الثالث بقيادة العميد سليمان النوعي، وتم السيطرة على تبة الميكروفون وما حولها من زارع المطلع عليها وتبة الصاروخ وما حولها، وأخبار إن شاء الله تسرنا جميعا المواقع الأمامية والتقدمات، وإن شاء الله بعدهم إلى جبل مرنان. نفذ البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في محافظة أرخبيل سقطرة أكثر من 30 مشروعاً تنموياً شملت مجالات عدة بينها الصحة والتعليم، حيث استفاد من هذه المشاريع ما يزيد عن 120 ألف شخص من أبناء سقطرة، إضافة إلى المواطنين اليمنيين من سكان المحافظات الأخرى والذين نزحوا إلى الجزيرة مؤخراً. برنامج الذي يعمل على على عدة مجالات، يهتم بمجال الصحة، مجال التعليم، مجال المباني الحكومية وما خلافه، من ضمن وسبق من التعليم والصحة والمياه. أنا هناك ميزانية حددها البرنامج لتنفيذ مشاريعه هنا في محافظة أرخبيل سقطرة. طبعا مشاريع البرنامج مشاريع يعني سبق إقامتها ولم تنتهي، فهي في مشاريع سبق تنفيذها ومشاريع جاري تنفيذها ومشاريع سوف تنفذ وجميعها تخدم المواطن اليمني. أفادت مصادر صحية في عدن أن الحكومة اليمنية تجري مشاورات مكثفة لضمان تلقي شحنة اللقاحات التي تلقت وعودا بها من مبادرة كوفاكس للقاحات التابعة لمنظمة الصحة العالمية والمقدرة بمليونين وثلاثمائة ألف جرعة، وضمان تخزينها وتسهيل وصولها لمختلف المناطق. مكتب منظمة يونيسف في اليمن أكد أن هذه الكمية عبارة عن دفعة أولى وتوقع أن تكون متاحة بحلول نهاية فبراير أو أوائل مارس وفقا لتوفر اللقاحات لدى الموردين. يأتي ذلك بعد أن قدمت الحكومة الشرعية طلبا لمبادرة كوفاكس لتغطية الاحتياجات المبدئية ل 23% من سكان اليمن، أي نحو 14 مليون جرعة. وقال فليب دواميل ممثل اليونيسف أن اليمن سيحصل على لقاح أسترازينيكا نظرا لإمكانية تخزينه في منشآت تبريد متاحة بهدف تطعيم 70% من سكان اليمن. من جهتها قالت وزارة الصحة اليمنية أنها قدمت طلبا إلى مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لتمويل تطعيم نصف سكان البلاد. أسفرت حملة بيئية في العاصمة اليمنية صنعاء عن إبادة نحو 13 ألفا من الكلاب الضالة والمسعورة التي انتشرت في المدينة وبأعداد كبيرة منذ سيطرة الميليشيات الحوثية عليها. وأوضحت مصادر في صندوق المشروع أو مشروع النظافة بمدينة صنعاء أن الفرق الميدانية استهدفت القضاء على الكلاب الضالة بعد أن شكلت خطرا على السكان، حيث تسجل وحدة مكافحة داء الكلب في المستشفى الجمهوري بصنعاء ما بين 30 إلى 40 حالة إصابة يوميا. تشير إحصائيات طبية
إلى وقوع نحو 4450 إصابة بداء الكلب خلال أو داء الكلب خلال عام واحد. في مؤشر على سعي إيران الحثيث للحصول على سلاح نووي، لا بل البدء بالعمل عليه، أكد ثلاثة دبلوماسيين لصحيفة وول ستريت جورنال عثور مفتشين أمميين على أثار مواد مشعة في موقعين بإيران، ما يشير إلى محاولة طهران امتلاك أسلحة نووية. إلا أن الدبلوماسيين أوضحوا أنهم لا يعرفون بالضبط طبيعة ما تم العثور عليه، إلا أن الوكالة لم تستبعد استخدام مواد من هذا العمل النووي في الآونة الأخيرة. من جهتها شدد رئيس معهد العلوم الدولي في واشنطن على أن اكتشاف المواد المشعة يؤكد امتلاك إيران بالفعل لمواد نووية غير معلنة رغم نفيها. يذكر أن الوكالة طلبت الوصول إلى الموقعين في يناير 2020، لكن طلبها قبل بالرفض مرارا، إلا أن اتفاقا عقده أيضا المدير العام للوكالة رافائيل غروسي مع طهران في أغسطس مكن المفتشين من أخذ عينات من الموقعين. وأكد الدبلوماسيون أن الوكالة لم تعلم الدول الأعضاء بعد بآخر النتائج، منتظرة تقديم إيران لتفسير واقعي لوجود جزيئات اليورانيوم. إذن بالعودة إلى موضوع اللقاحات ربما والتنسيق في هذه اللقاحات، ينضم إلينا دكتور شرق سبع المتحدث باسم وزارة الصحة اليمنية والناطق الرسمي للجنة الوطنية العليا لمجابهة فيروس كورونا، أهلا ومرحبا بك أستاذ إشراق. إذن ربما الحديث الآن أنه كيف سيتم التنسيق للحصول على هذا اللقاح، خاصة وأنه له ظروف خاصة في التخزين والتسليم، ومن سيستلمه أيضا؟ طبعا بلادنا والمعنيه وزاره الصحه تجري التنسيق مع اللي هو حلف اللقاح، وهذا يعني سوف يوصل اللقاح طبعا وفق شروط ومعايير علميه خاصه من حيث الفعاليه والامان. طبعا انضمت البلد الى هذا التحالف العربي لان مع عدد من الدول والمؤسسات العالميه التي يعني معنيه بالالتزام بتوفير ولتغطيه احتياجات الدول ذات الدخل المحدود ولمجابهه جائحه كورونا عبر تمويل شراء لقاحات لكوفيد وفق شروط ومعايير علميه هناك. بالنسبه لسلسله التبريد طبعا هناك الحكومه خططها، وهناك تقدمت ايضا الى مركز سلمان عبر منظمه الصحه العالميه، وايضا نفس التحالف كذلك سوف يلتزم ب يعني توسعه سلسله التبريد. نعم دكتورة إشراق، يعني ربما الحديث الان على ان هذه الجرعات هي جرعات كبيره 2,300,000، خطة توزيعها الآن خاصة فيما يخص المناطق التي تحت سيطرة الميليشيات، كيف سيتم أيضا التعامل معها؟ طبعا بالنسبة للتوزيع طبعا هناك لجنة مشتركة مع منظمة الصحة العالمية واليونيسف، أيضا مثل اللقاحات السائقة مثل الكوليرا وغيرها، هناك أيضا تجري التنسيق نفس اللجان الموجودة في المحافظات المحررة. بالنسبة أيضا هناك عدد نفس اللجان بالنسبة لحكومتنا اليمن تعنيها كاملة من شرقها ومن شمالها إلى جنوبها، وهذا شيء لا يعني حديث عنه. اليمن ستظل يعني معهود للحكومة وسوف التنسيق مشترك مع المنظمات المانحة ومع أصحاب أيضا تحالف اللقاح. نعم أشكرك جزيلا، هذا ما سمح به الوقت، شكرا جزيلا على هذا الإيضاح. كنت معنا من عدن دكتورة إشراق السباعي المتحدث باسم وزارة الصحة اليمنية والناطق الرسمي للجنة الوطنية العليا لمجابهة فيروس كورونا.
شكرا لكم على حسن المتابعة مشاهدينا أينما كنتم، نتمنى لقلوبكم السلامة ولليمن الأمان. إلى اللقاء.